السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اختبار لمادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي المسارات، موجود على القناة أكثر من اختبار لمادة الكيمياء وغيرها من المواد الخاصة بالصف الثاني الثانوي. القدرة على بذل شغل أو إنتاج حرارة تسمى التفاعل، الكفاءة، الطاقة، المادة، الطاقة. في أي تفاعل كيميائي أو عملية فيزيائية يمكن أن تتحول الطاقة من شكل لآخر دون استحداث أو فناء، يعبر عن قانون حفظ الطاقة. كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة واحد من الماء واحد سي يسمى السعر. كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة واحد من الماء واحد سي يسمى الحرارة النوعية. من المادة، هنا من الماء وهنا من المادة، هي طاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم الأبرد. الحرارة يعادل السعر نقط كول 418% كول. فرع الكيمياء الذي يدرس تغيرات الحرارة التي ترافق التفاعلات الكيميائية هو الكيمياء الحرارية. في العمليات الكيميائية مجموع مكونات النظام ذات المحيط يسمى الكون. كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة في التفاعل الكيميائي تسمى المحتوى الحراري. في التفاعل الحراري، في التفاعل الطارد للحرارة يكون المحتوى الحراري للنواتج أصغر من المحتوى الحراري للمتفاعلات. قيمة المحتوى الحراري AH في التفاعل الطارد للحرارة سالبة. قيمة المحتوى الحراري AH في التفاعل الماص للحرارة موجبة. المحتوى الحراري الناتج عن حرق مول من المادة احتراقا كاملا يسمى حرارة الاحتراق. الحرارة اللازمة لتبخر واحد مول من المادة السائلة تسمى حرارة التبخر التبخير. الحرارة اللازمة لصهر مول من المادة الصلبة حرارة الانصهار. عمليتي الانصهار والتبخير من العمليات الماصة للحرارة. عمليتي التجمد والتكثيف من العمليات الطاردة للحرارة. الاحتراق عبارة عن تفاعل الوقود مع الأكسجين. حرارة التفاعل أو التغيير في المحتوى الحراري تتوقف على طبيعة المواد المدخلة في التفاعل والمواد الناتجة منه وليس على الخطوات أو المسار الذي يتم فيه التفاعل، نص قانون هس. يسمى التغيير في المحتوى الحراري الذي يرافق تكون مول واحد من المركب في الظروف القياسية من عناصره في حالته القياسية حرارة التكوين القياسية. تنتقل حرارة من الجسم الأسخن إلى الأبرد. قيمة التغيير الحراري للكمادة الباردة تساوي 27. سبب استخدام نترة الأمونيوم في عمل الكمادة الباردة لأنها ماصة للحرارة. تدرس تغييرات الحرارة التي ترافق التفاعلات الكيميائية وتغيرات الحالة الفيزيائية الكيمياء الحرارية. أي شيء في الكون غير النظام يسمى المحيط. تكتب في صورة معادلة كيميائية موزونة تشتمل على الحالات الفيزيائية لجميع المواد المتفاعلة المعادلة الكيميائية الحرارية. تكون إشارة قيمة حرارة التفاعل الماص للحرارة موجبة دائما. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.